احنا عايزين احصاء شامل لعدد المصريين في الخارج. محدش يعرف عددنا، احنا بنقول حوالي 8 مليون لكن محدش عارف العدد الحقيقي. عايزين احصاء شامل للمصريين في الخارج ليه؟ لان ده مهم جدا بالنسبه للجيل الثاني والثالث بتاعنا. عصام عبد الصمد ده المصريين في الخارج النهارده، بكره المرحومين في الخارج. احنا بنتكلم على الجيل الثاني والثالث اللي هو لو احنا ما ظبطناهمش من النهارده هيروحوا منك. ودي قوه ضاربه، هم دول العلماء وهم دول الاساتذه وهم دول المهمين جدا للبلد. مفيش دوله في الدنيا تقدر ان هي تمشي بمواطنينها اللي من الداخل بس، دي عامله زي الطياره أو أو, 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 او اي حاجه بتطير، عايزه جناحين يطيروا بيهم. لو تطير جناح فيهم انت ما بتعرفش تطير. نمره اتنين، عايزين تحل مشكله قوائم الانتظار والترقب، لان في ناس كتير جدا بيدخلوا عندنا المطار وبعدين تبص تلاقي العيال ومراته يدخلوا وهو واقف بقى زي البتاع كده، حتى الستات يسالوهم ايه اللي حاصل، يا عيب يعني وبتاع. عايزين هيئه عليا لرعايه المصريين في الخارج. احنا عايزين لنا كبير، احنا مالناش كبير يا جماعه. احنا في عندنا هنا وزاره اسمها وزاره القوى العامله والهجره. الهجره كلمه الهجره فيها غير مفعله، فاحنا عايزين حد يفعل لنا هذا. زي بالظبط مثلا وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه كانت عايزه تعمل صندوق لرعايه المصريين في الخارج، وانا وقفت قصادهم في البرلمان اكتر من مره واتشتمت اكتر من مره على هذا الموضوع، لان احنا مش محتاجين صندوق. ما فيش مصري في الخارج بيقف في طابور عيش، ما فيش مصري في الخارج عنده مشكله مش عارف انبوبه بوتاجاز. احنا عندنا المشاكل بتاعتنا مختلفه عن دي خالص، فاحنا عايزين هيئه عليا ترعى مصالح المصريين في الخارج ليس اكثر ولا اقل. لما يكون عندنا اي مشكله نروح لهم في هذا. عايزين الجيل، يا ريت حتى كان توضح الجهد اللي اتبذل في القضيه دي قبل كده، ولجنه العلاقات الخارجيه وما تم خلال السنوات اللي فاتت بخصوص الهيئه العليا، وقد ايه كنا بنلاقي حرب من يا ريت حضرتك. ما هو الكلام لعلمكم، الكلام اللي انا بقوله ده طرق واتكلمنا فيه مع المسؤولين في هذه الدوله يعني سنوات وسنوات. ما فيش حاجة أنا بقولها لكم وإلا اتحاد المصريين في أوروبا دخل فيها. بالمناسبة يمكن فيكم ناس كتير ما تعرفش ما هو اتحاد المصريين في أوروبا. اتحاد المصريين في أوروبا زيه زي أي جمعية أهلية خيرية غير حكومية موجودة في أي مكان في العالم. الجمعيات الأهلية الخيرية اللي موجودة اللي هي بتعمل المجتمع المدني متقسمة قسمين، في جزء منها بيشتغل داخل الدولة وفي جزء بيشتغل خارج الدولة. اللي بيشتغلوا داخل الدولة 33 ألف جمعية تقريبا، وكلهم يتبعهم وزارة التضامن الاجتماعي، مع أنهم اسمهم جمعيات أهلية خيرية غير حكومية. خدوا بالكم من كلمة غير حكومية، حطوا تحتها 200 خط، مع أنهم غير حكومية ولكن يتبعوا الحكومة ويتبعوا الوزارة. 700 منهم داخلين في اتحاد اسمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الخيرية. مين رئيس الاتحاد؟ عبد العزيز حجازي اللي هو معين من الحكومة. فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة لك، ان الجمعيات الأهلية الخيرية الموجودة داخل البلد لازم انها تتحرر من أسر الحكومة لانها غير دستورية. وانا قلت هذا الكلام للعالم كله، وانا بقوله لك دلوقتي ان ده مهم جدا بالنسبة لك. بالنسبة للجمعيات الأهلية الخيرية اللي موجودة في الخارج عندنا عشرات منهم، من ضمنها اتحاد المصريين في أوروبا. ولكن اتحاد المصريين في أوروبا بيختلف عنهم بالآتي: 98% من الجمعيات اللي موجودة ما يقدروش يعملوا الشغل اللي احنا بنعمله إطلاقا. ليه؟ لأن احنا جماعة لوبي، جماعة ضغط. يبقى اتحاد المصريين في أوروبا الاتحاد الوحيد اللي موجود في أوروبا اللي هو جماعة ضغط أو جماعة لوبي، جماعة تفكير، جماعة مخ، ناس يعني ما بيفهموش غير في الكلام وفي التفكير وفي الدراسات وفي الفايلات والكلام دوت. واحنا عندنا فايلات لحاجات كتيره جدا الدوله ممكن تستفيد فيها، واحنا قلنا لهم هذا الكلام، ولكن للاسف الشديد العالم دول يعني عايشين كده في برج كده لوحده. عايزين نفتح ملفات رجال الاعمال الهاربين بمليارات الشعب، واحنا حاولنا ان احنا نفتح هذا الملف ومنعنا. عايزين نفتح ملف الاثار المصريه الثابته المعروضه في ميادين اوروبا عشان ننظفها، زي ما احنا عملنا في المسله المصريه اللي موجوده على ضفاف التيمز في لندن. احنا رحنا واتكلمنا مع الهيئه المختصه البريطانيه هناك وعملت لنا اللازم. وانا رحت لوزير الاثار او رئيس الهيئه العليا للاثار اياميها واتكلمت معاه، وطبعا كل سنه وانت طيب يعني كله. ووزير الثقافه ايضا وزرناه في بيته وزير الثقافة كمان طبعا. احنا عايزين كل الوزراء
المصريين لما يسافروا الخارج لازم يقابلوا أقطاب الجمعيات الأهلية اللي موجودة برة، طالما إن هم مسافرين سفريات رسمية، يعني بيه رايح يتفسح ولا بيه رايح واخد مراته عشان يقعد على الكورنيش، ده مش عايزين منه حاجة. ولكن إذا كان وزير مسافر برة علشان مهمة رسمية والدولة بتدفع له فلوس، لازم يجي ويقابل المصريين اللي موجودين في الخارج. نمرة 15 بقى ولا نمرة كام، الله أعلم. العناية بالمساجين اللي موجودين في الخارج، ودي شغلانة مهمة جدا، واحنا كلمنا وزارة الخارجية أكتر من مرة. احنا عندنا حوالي 2000 مسجون موجودين برا، 1500 موجودين في البلاد العربية و500 موجودين في بقية العالم، فاحنا عايزين يعني ان انتوا تاخدوا بالكم من موضوع المساجين المصريين اللي موجودين اللي أغلبهم بيتنسي. تعديل شامل لحال السفارات والأنصليات في الخارج. ملف البحث العلمي مهم جدا يا جماعة، وبالنسبة للعلماء اللي موجودين أو اللي بيهربوا للخارج، هجرة العلماء، لأن عالم واحد ممكن ينقل مصر دي نقلة نوعية عشرات السنين قدام. وهو حد فيكم يفكر إن إحنا عندنا مثلا مجدي يعقوب واحد ولا فاروق الباز واحد ولا زويل واحد؟ عندنا مئات منهم موجودين في كل مكان في العالم. طوابير العيش مهمة جدا، عايزين نقصرها، عايزين ننتج القمح، لأن اللي ما يقدرش إن هو يعني يملك قوته لا يستطيع ان هو يملك حريته. احنا عندنا القمح بتاعنا دوت، احنا بنزرع منه 7.5 مليون بتاع ده طن، احنا محتاجين 15، فاحنا مفروض ان احنا نتكلم في هذا الموضوع علشان نزود دي.